بآمن إنه على هاي الأرض ما في هذيك العدالة الكبيرة، ما في عدالة كبيرة. مرات واحد فينا بينام ما بيفيق وهو مو أخذ ربع 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 حقه اللي بيستحقه. على عكس ما بيتخيلوا الناس، إنه بيقولوا مثلا إنه أمل رصيد كبير من الأعمال معقول ما تكون مرتاحة ماديا؟ شوفي ما قدرت تحلم بهاللي قاعدة هي وقاعدة مادة إجرية عم يوصل لها مردود مادي ومرتاحة؟ لا بس أنا ما بحب أقول للعالم، أنا عندي شجرة بالصالون زرعتها كل يوم الصبح بفيق بقطف دولار بقطفهم تقطيف يعني، وأنا قاعدة عم بشرب قهوتي بعمل هيك وبقطفهم. الناس بيضربوكي بحجر كتير كبير. في شيء يمكن لسه ما ذكرته بحياتي بالإعلام، أنا لما بلشت الأجور للممثل تعالى السوري تعالى، أنا كنت عم بعمل أولاد وعائلة. لما بلشت أرجع وأشتغل وهي قامت البلد، ملحقتي يعني هالحورة. فأنا يدوب كتر خير الله بيتي ملكي، سيارتي ملكي، كتر خير الله وشغلي بس يعني. ما في يعني، بس أنا يوم اللي بوقف عن شغلي مثلا ست شهور لسنة أنا بدي أشتغل شو ما كان، بدي أعيش. جد؟ لأن هاي المهنة هي اللي عم تعيشني، هي اللي عملت لي كرامة، هي اللي مخليتني. لذلك أنا بحترم مهنتي كتير وما عندي أي يعني مصدر تاني، مصدر آخر للحياة. أنا لا عندي منتجعات على حسابي، ولا عندي بيوت مأجرتها مثلا، ولا عندي بزنس، ولا أصلا ما بفهم بالبزنس يعني. دخلت مرة إنتاج ما فهمت فيه. ما قدرت تعملي عقارات، تجيبي بيوت، ولا شيء؟ لا ولا شيء. لا يمكن هلا يعني شوي تانية، يعني سنة سنتين يمكن أقدر أعمل عقار تاني، إنه أقدر أشتغل فيه أو أعمل بزنس أو شيء يمكن. بس ما بتحسي إنه ما في شيء مضمون، الدنيا كلها حواليك غير ثابتة، والأرض غير ثابتة. جانا حالك عم تعيشي كل يوم يعني بالضبط.